الحقيقة النهاردة يوم كان يوم جميل من أيام مصر، يعني في ذكرى 51 عام على الحرب وعلى الانتصار. وبالمناسبة ديت اسمحوا لي ان انا دايما في كل فرصة من الفرص اللي زي كده احنا بنتكلم دايما على الدروس والعبر اللي ممكن نستخلصها من اي حدث. وانا قلت ان انا اجيب الضباط الصغيرين اللي هم في الرتبة يعني ورا مني دول عشان اقول لهم ان اللي مصر امانة في رقبتكم، مصر امانة في رقبتكم. احنا بفضل من الله سبحانه وتعالى هنبقى حريصين على بناء قدراتكم والحفاظ عليها، وانتوا ايضا تحافظوا عليها وتبقوا مستعدين دايما للزودة عنها. فخلونا نتكلم على الفترة الحالية اللي احنا موجودين فيها من 7 اكتوبر السنة اللي فاتت وحتى الان. وعايز اقول لكم ان في كتير من الـ الامور المتشابهة ما بين ما يحدث من اضطراب وأزمة كبيرة وما بين اللي ده من احنا كنا بنقول عملية إيجاد حل للقضية الفلسطينية والإعطاء أمل للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس، هيكون ليه أثر كبير جدا جدا في أن كل شعوب المنطقة بلا استثناء تعيش في أمن وأمان وسلام، وندخل في مرحلة جديدة جدا مختلفة عما كنا فيه. فأقصد أقول المهم اللي كل أثبتته كل الأحداث أنه طول ما الشعب المصري متماسك أي حاجة تانية هتتقضى، أي حاجة تانية هتتقضى، إلا أن يكون أمن وأمان بلدنا أو تتعرض لتحدي خطير يعني يفقدنا كل الجهد اللي احنا بنبذله للحفاظ عليها وحمايتها وشعبها. أنا بس حبيت أقول لكم أن بلدنا بفضل الله سبحانه وتعالى بخير، وقدرات الجيش كفاية للدفاع عن بلدنا مش عشان نعمل حاجة ضد حد يعني. وأنا عايز أقول بس أن كان أثناء والكلام ده بيتقال دلوقتي يعني كان مطلوب أن احنا نجيب يعني أسلحة للقوات المسلحة في الفترة 10 سنين اللي فاتوا دول. أنا مش هجاوب على السؤال ده خالص، ومش عشان الحرب اللي موجودة دلوقتي، لكن لازم دي تعرفوا إن الحفاظ على قوة الدولة الشاملة بكل معانيها، القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الثقافية وقوة الوعي، أمر مهم جدا جدا ونشارك فيه كلنا. فأنا مش هجاوب على السؤال اللي شفته بقى، لا لا لا، حتى لو ما كانش حصل اللي حصل دلوقتي لابد ان القوات المسلحة والشرطة تبقى في اعلى جاهزية وقدرة لحماية البلد. وده امر انتوا كمواطنين كشعب كبرلمان كحكومة كمفكرين كمثقفين لازم تكونوا مش مقتنعين بيه، لا انتوا محتاجين ان انتوا تتكلموا مع الناس فيه دائما. فكل سنة وانتوا طيبين، وانا اتشرفت جدا جدا ب قادة اللي شاركوا في حرب أكتوبر باللقاء بيهم، ولي عظيم الشرف بيهم وبشكرهم، وأرجو أن احنا نوجه لهم التحية تاني اللي موجود معانا واللي مش موجود. أمر عظيم جدا جدا ولي عظيم الشرف أن احنا شفناهم النهاردة. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وربنا يحفظ بلدنا من كل شر وسوء، وبالله دائما بالله دائما بالله دائما يحفظ بلدنا من كل شر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.